أستاذ محمد الغنيني مدير التطوير الإبداعي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، ورحلة ممتعة الحقيقة وقصص مهمة جدا جدا خاصة للمهتمين برياضة كرة القدم والمهتمين بصناعة كرة القدم كمنتج بيعبر طبعا عن ثقافة وأصالة القارة بشكل كبير جدا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن خبرات مختلفة أستاذ محمد قدر ان هو يجمعها عبر مسيرته، سواء في كأس الأمم الأفريقية، في كأس السوبر، في لعبه مع الأندية المختلفة، وكمان وقفنا عند كأس العالم للسيدات. كنت عايز بس أسأل السؤال في الجزئية دي، طبعا قلت لي خبرة مختلفة وهم بره سابقنا والاهتمام أكبر، لكن لو عملنا براندنج هنا للجزئية دي تفتكر ممكن تتقدم الكرة النسائية بشكل مختلف او تاخد اهتمام اكبر وكده؟ اكيد اكيد. لا واحنا اوريدي في افريقيا زي ما كنت بقول في اهتمام مؤخرا بالذات في مصر كمان. في مصر محتاجين يعني اعلاميا وتسويقيا شويه للعبه هيختلف كتير. على الاقل يخلي الناس زي ما احنا بنقول، لو احنا قلنا ده منتج فتشد جمهور جديد يهتم باللعبه فتخلى ليها جمهور هتغير شكل الناس. الاهلي والزمالك دلوقتي بيشتروا محترفات مظبوط، صح؟ فده برضو جزئيه جديده فممكن بالبراندنج والتسويق والماركتنج كويس يتعمل. ولو جابوا نجوم اكبر كمان زي ما قلنا محترفين، لو جابوا فيه اسامي معروفه كبير ده هيجي بالجمهور بتاعهم يعني. طيب ايه عندنا فضول نعرف ايه المشروعات اللي جايه مع الكاف؟ والله في مشروعات كتير، لان احنا بالكاف زي ما قلت الاستراتيجي دي بتتضمن كل البطولات الكاف. فالتغيير هتمسكوا بقى حاجه بالظبط. التغيير ده كل بنختار بس الوقت المناسب. احنا الحمد لله يعني دلوقتي شغالين على كل البطولات تقريبا في التغيير. فكل بطوله فيها وقت مناسب معين هيحصل فيها تغيير على حسب التغيير ده من اي جهه فيها. هل محتاج نغير الهويه بس، نغير اللوجو بس، نغير الكاس بس؟ فده جاي بالتدريج. فمرورا بقى بالبطولات الجايه، سواء بقى بطولات الانديه، دوري الابطال والكونفدراليه، كاس امم افريقيا للسيدات، كاس امم افريقيا اللي جاي في المغرب، فكل ده بقى جاي في الطريق ده ان شاء الله. لكن ايه اللي انت مستنيه شخصيا؟ انا دايما مستني ايه المشروع اللي انت نفسك تشتغل فيه او حابب بتركز فيه الفتره في الكاف؟ انا دايما بستنى امم افريقيا. امم افريقيا يعني من كل هي بتبقى كل سنتين، فكل سنتين طبعا. دي بتبقى لان هي حجم الاكسبوجر بتاع البطوله وحجم التجربه نفسها بقى من الشغل، من الاحتكاك مع شركات واحتكاك مع لعيبه منتخبات، ليفل تاني خالص. يعني بيبقى في كل بقى نجوم افريقيا موجودين في البطوله، فحجم التسويق وحجم الشغل بقى وبالانديه الاوروبيه اللي جايين منها وكل ده فده كل ده بيفرق. شغل على بطوله امم افريقيا دايما بتختلف لانها مصنفه يعني تصنف يمكن تاني او ثالث اهم بطوله كره قدم في العالم بعد كاس العالم على طول. طيب الانديه في مصر يمكن ايه رايك في موضوع البراندنج بالنسبه للانديه وتطوير شكل المباريات والهويه البصريه؟ بنهتم بالموضوع ده قوي ولا موضوع قصر؟ انا بحس انه يمكن يعني الاهلي والزمالك والاهلي اكتر شويه، صح؟ بحكم احتكاكه بالبطولات الكبيره صح، لانه لكنه ما عندناش لسه برضه الثقافه دي. يعني ايه اللي ناقصنا في الجزئيه دي؟ هو صراحه الدوريات المحليه، ما هو الدوري برضه مالوش، كانوا جايبين له كاس جديد اهو او درع جديده، يعني كان في محاوله بس هو الدرع انفصل في وقع كسر. على حد معلوماتي تقريبا هو يعني انا فهمت ان هو تقريبا دي اعلى للكاس. انا ما شفتوش الحقيقه القعده انفصلت يعني معني. بس لا احنا في مصر لسه ثقافه البراندنج دي في كره القدم او ممكن نقول في الرياضات كلها كمان مش كره القدم بس، لسه الثقافه دي جديده شويه. يعني في زي ما انت قلت بالظبط الانديه اللي هي الكبيره زي الزمالك والاهلي هم بدأوا ياخدوا خطوات في ده. يعني ده بيبان مثلا بيمثل في ان هو دلوقتي حالا بيهتموا في الشركه الراعيه ليهم مثلا للتيشيرت. بقى يقدموا طريقه الاعلان بتاع التيشيرت دي وتسويقه بقت مختلفه عن زمان. يعني ممكن افتكر واحنا صغيرين ما كانش فيه خالص الفكره دي. لا دلوقتي حالا سواء الاهلي او الزمالك كل واحد بيهتم ان هو بيستغل هجومه في ان هو يسوق للتيشيرت دي بالزبط. وازاي الناس تشتريها. الجمهور بيهتم قوي بالحاجات دي، يقول لك ده نازل تيشيرت جديد ومنافسه ومش منافسه وبيقدم احسن. صح زي بره يعني محتاجين ده لان دلوقتي كمان
في وجود الانترنت الناس كلها بقى عندها يعني بقى في علاقه اكبر طبعاً. ما بين الانديه والبطولات لا وجماهير كره القدم كمان بيركزوا في تفاصيل مرعبة. يعني متاكد الحلقه دي هتلاقي الاف بيتفرجوا عليها لانهم عارفين يعرفوا التفاصيل. انا يمكن كروي بس مش الدرجات دي فاهم قصدي ايه يعني انا بهتم بال اللي عندنا النهارده ماتش كبير حدث كبير انا معاكم يا جماعه صح لا كره القدم هم بيسموها افيون الشعوب اكتر لعبه قاعدين على كل حاجه تفاصيل يعني. التفاصيل دي حقيقه فلا احنا في مصر ينقصنا شويه قصه الاهتمام بقصه التسويق والبراندنج والعلامه التجاريه لان ده هيساعد في ان احنا نسوق اكتر وزي ما نقول بقى ايه نشد ونجذب بقى رعاه اكتر نشد وبدا اهتمام شويه حتى ما بين الشوطين والحاجات يعني بدا يبقى فيه شويه بس ده لسه محتاجه اكتر لان ده مهم جدا وده جزء زي ما احنا كره القدم صناعه فازاي نخلي الصناعه دي بشكل كذاب ويشد سواء جمهور او الرعاه او الاعلام نفسه فده كل ده بيخلق حاله الناس تهتم بيها اكتر انا ملاحظ ان انتوا بقيتوا بتجيبوا نجوم افريقيا كمان بشكل مختلف بحيث ان هو يبقى حاضرين الماتشات ويبقى برضو في ترويج مختلف لان احنا عندنا في الاداره اللي هي التسويق زي ما قلنا في جزء من المشروعات اللي جوه يعني البروجكتس اللي هو حاجه اسمها كاف امباسادور وفي كاف فده بتشتغل مع الحاجات دي برضو كهويتها يعني في ناس تانية في الاداره معانا يعني مثلا ما فكره لما طلعنا باللوجو بتاع كاف امباسادور ده ده من مسؤوليتي ومسؤوليه التيم بتاعي اوكي بس ده مثلا هو رئيس الاداره كامله كلها ده بيشرف على المشروع ده بنفسه بس دي كانت حاجه حلوه كاف امباسادور كانت فكره برده كويسه بالظبط في اكتر يعني فيها لعيبه كبيره كتير يعني فيها مثلا كابتن احمد حسن وفيها ادي بايور وفيها الحاج ديوف فيها اكتر من حد لانه في الاخر خالص يعني هي افريقيا مليانه بالمحترفين مليانه بالفوتبول ليجندز اساطير في كره القدم من زمان ولسه لحد دلوقتي يعني لسه لحد دلوقتي اعتقد يعني ممكن تبقى افريقيا من اكتر القارات اللي ليها محترفين في الدوريات الكبيره فاحنا لا افريقيا مليانه يعني مليانه بنجوم ومليانه بتاريخ فده محتاجين كل فتره كده نشتغل عليه نبروزه اكتر مفهوم طبعا وبالتاكيد خطوات ذكيه جدا جدا ومهمه زي ما بنشوف بره طب هسالك سؤال بودكاستي كده في الاخر قبل ما اختم معاك انت عايز ايه بقى يعني انت شايف مسارك ازاي وخاصه ان انت نقلاتك مختلفه من دعم الهندسه الكوره عايز تكمل في الكوره ولا عايز ترجع تاني او ممكن تروح تبقى مسؤول عن براندز تانية في مجالات تانية فنية والله يعني ولا الكرة خدتك لا الكرة انت كروي اصلا بالطبيعة كروي الكرة خدتني ان انا في المجال ده أوكي. تقريبا 12 سنة بدأت لا كمشجع كمشجع يعني. من قبل كده اوكي مش يعني هسألك بتشجع يعني بس لا الموضوع من زمان يعني كرة القدم فانت اصلا مشجع وكده حياتي فيها فالقصة نخرج من كرة القدم ده صعب. هيبقى صعب وانا كمان فكرة افريقيا ونطور الكرة الافريقية دي ممتعة وتربة بكر بقى انت ممكن تعمل كل حاجة بالزبط. محتاجين كل حاجة لسه وكل بلد وكل بطولة ليها حكايتها ليها بتفاصيلها يعني الرحله ممتعه طبعا نيفر اندنج ايديز بقى انت ممكن تطلع بالزبط. افكار بالظبط لان هي زي ما قلت هي طبعًا. فيها المساحه وكل ما هتفكر وهتلاقي ناس طبعًا. بتساعد وهتلاقي مساحه الحاجات دي تظهر لا انا لسه حابب الكره الافريقيه واحنا حابين ان انت موجودين في ده يخليك. ومبسوطين جدا واعتقد ان احنا كسبنا خبره مهمه جوه الاتحاد الافريقي وكانت باينه قوي في السوبر ان احنا كلنا قلنا احنا بنشوف حاجه مختلفه يمكن في ناس بتتفرج حاسه انه بتشوف صوره مختلفه اداء مختلف لكن مش عارفين التيتا فين زي ما بيقولوا فدلوقتي اعتقد احنا فهمنا شويه طبيعه الشغل والمناصب الجديده ورؤيه الاتحاد الافريقي للتطوير الابداعي فانا بشكرك ان انت نورتنا شكرا ليك وهنتابع بقى معاك على طول البطولات اللي جايه ان شاء الله فنورتنا الاستاذ محمد الغنيمي مدير التطوير الابداعي في الاتحاد الافريقي لكره القدم شكرا الكاف نورتنا وشكرا جزيلا على وجودك شكرا جدا شكرا وقتك شكرا جدا